مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم اليوم في حلقه جديده من برنامج بلاد العز. طبعا زي ما عودناكم ان احنا نزوروا في المدن الجميله في ليبيا ونوروا في جمال وعراقه المدن الليبيه. احنا اليوم نداخل اقدم حضاره في 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 افريقيا او في العالم اللي هي الحضاره الجرمانتيه. احنا حاليا موجودين في مدينه جرما القديمه والتي تبعد عن مدينه الغريفه حوالي 7 كيلومتر وعن مدينه طرابلس تبعد حوالي 1135 كيلومتر. طبعا هي مدينة الجرمنت اللي كانوا ساكنين هنا الحضارة الكبيرة اللي فيها أكبر تفاصيل وأكبر معلومات، ولكن للأسف هي مش مشهورة. احنا اليوم جانا هنا باش نبينوا ونوضحوا عراقة هذه الحضارة الليبية القديمة، واليوم نشوفوا المنازل والمساكن وكذلك المدينة التجارية اللي موجودة في المدينة اللي كانت من خلالها تربط ما بين قارة أفريقيا ومدينة طرابلس. خلوكم معنا. ليبيا بلاد العز. بلاد العز. ليبيا بلاد العز. ودكتور حضر الدكتوراه نتاعه في كشف النقاب عن اثار جرما. هو اول من حط يده بعد الرحلات نتاع يعني اللي كشف اللي دار تحاليل والتاريخ الجرمنتي وين يرجع والحضاره الجرمنتيه بالضبط الدكتور ايوب يعني. يعني بيكش نكونوا منصفين له، صحيح قام به بعثرت بعض القبور وكذا، لكن هي في الواقع يعني طبعا هذا المعبد، طبعا المعبد الرهبان طبعا اللي مسؤولين عن المعبد كانوا يدفنوا بنفس طريقه الجرمن، يحطوا الملي الرهبان هذا يحطوا معاه كل ما يملكه في الدنيا ويحطوه من اموال من ذهب من كذا، حتى الاكل متاعه كانوا يقبروا فيه داخل المعبد. فاعتقاده منه ما زال عنده حياه اخرى في حياه اخرى. هذه كلها اللي نتناقشوا فيها حاليا هذه ترجع لي عصور يعني بداية التاريخ ما قبل التاريخ نقول اللي هي عصور الجرمن. باي سبب عدم شهرتها نشبه في الحضارة الفرعونية متسوقة للعالم بشكل عام، يعني حتى في آخر الدنيا تمشي تقول لها إجبت يقول لك بيراميدز اللي هي الأهرامات. ليش الحضارة الجرمنتية ما انتشرتش في ليبيا للعالم؟ هو الحضارة الجرمنتية بشكل عام أو الحضارة الليبية حقيقة باش نبدأ منصفين في التاريخ ما تمش اكتشاف النقاب عنها بشكل عام. يعني طبعا توا نحن توا سبيل المثال جرما حاليا ما فيش مؤرخين ليبيين اللي جو وبيش يتابع لك العملية النقاب باستمرار، معتمدين جنة توا طبعا حتى اللي تعاملوا مع المتحف، طبعا احنا موجود المتحف الاقليمي الوحيد في شمال افريقيا اللي هو في جرما هنا، للاسف الشديد انكم ما تقدروش تخشوا لانه مسكر من اليونيسيف من فتره الاحداث وتعال. هذا فيه يعني اللي تلقاه مسؤول عنه بعثات، بعثة ألمانية، بعثة إيطالية، بعثة يعني ما عدناش احنا بعثة ليبية اللي ممكن تكشف يعني ينقصنا علم، ما سهل كليبيين احنا ينقصنا علم، لا من بيكشف لك تاريخك انت. هم وكان كلهم دراساتهم يحاولوا يلصقوا بان الجرمنت يرجع تاريخه للألمان، بعد يلقاه ما يتبع الألمان واحد ما عاد ركزوا على شحات ولبدة وكذا، ركزوا على شحات قلت لك ولبدة لأن تعنيهم هم لأن اعتبروها ليهم، لكن بالنسبة لشرما اللي تعني الليبيين ما إذا كان ما الليبيين أنفسهم هم اللي كشفوا عنها النقاب ما راح هي يعني السكة هذه توا للعالم السوداني يعني. هذا الدكتور أيوب هذه تعاملوا بها مش غير هنا يرى حتى في مصر واحد تلقاها يعني هذه يرفعوا فيها التراب حتى في شحات موجودة يرفعوا بها التراب ويطلعوا بس زيادة عمدة تاريخها بس هذه التاريخ نتاعها ديما في 1939 وهنا يعني مش في حقبة الاستعمار يمشي مش بعيد يعني. طبعا اللي تناقشنا فيه هذا البني كله البني القديم تناقشنا قبل شويه في ضربة المنجنيق كانت لاحظوا ضربتين هوين شفت الرماد التحتي والرماد العلوي. الرماد التحتي هذا بعد تم تحليله طبعا تم تحليله طلع في 335 والعلوي في 395 يعني ضربتين بالمنجنيق هذه.
طبعا توا هنا احنا بدينا نطلع هذا اللي ما تم الكشف عنه عن الجرمن اللي مبني بالرشاد، طريقة البني كيف طريقة طبعا كانوا اللي بنوها، طبعا اللي كان يحكم عليهم النظام الجرمنت او الملك جرما يحكم عليهم طبعا مجموعتين، مجموعة اللي تم اعدامهم، مجموعة اللي تم اعدامهم بطريقة ربط المذنب على جذع شجرة ويقدموه للحيوانات المفترسة ياكلن، وجزء منهم يربط في الاغلال ويرفع لجبل اسمه في جبل هاو نشوفه فيه من هنا اللي هو في جنب متيننا في الفخفاخة، كان يقصوا في قصة عملية الرشاد كيف يقصوا فيها الله أعلم. تم ري بش المية ما تقفش عن جرمة لأن المية هي الأساس، تم عملية حفر أحفار من تحت الأرض كل وين فيهم مية انسياب ومية جابوها للمدينة متاحهم بحيث أنها تقدر تصمد لأي حصار أو أي عدو ممكن يعني. هذا بشكل هندسة يعني هندسة. هذه ما تحت لو طلعنا للمدينة الإسلامية نحكي لكم عن شوارح. طبعا احنا حاليا في مدينة جرمنت، يراو في مدينة تحت المدينة هاي، هن ثلاث مدن على بعض، هذه مدينة جرمنت. جرمنت لعاد الآن وين شوارحها وين كذا ما زال معلومات شحيحة، لكن المدينة الإسلامية نوعا ما نفهموها لأن توارثناها نحن ممكن حتى في بعضها. المدينة الإسلامية اللي طلعنا لها تو، هذه المدينة الإسلامية تعتبر، هذه اللي فتحها عقبة بن نافع. المدينة أيوة هذه ها؟ لا تكلم. تو احنا ماشيين حاليا للقصبة المقر الرئيسي أو تقدر تقول البلدية اللي قادوا بها المسلمين بعد ما فتحت مدينة جرمة. طبعا هذا نقول له احنا نقول له الشارع الرئيسي، طبعا مدينة جرمة في حد ذاتها فيها ثلاث أبواب رئيسية. الباب اللي نشوفه فيها اللي خشينا منه تو يطلق عليه الباب الرميلة أو باب سيدي علاك أو الباب الكبير، عنده ثلاث أسماء. الباب سيدي عبد العزيز تو نمشي نوقفهم احنا، وفي باب جنترسم عليهم مية دور الدائر، هذه المية طبعا كانت عبارة عن جسور يوضعوا فيها اللي في عند الدخول، وقت ما يبوش المدينة تسكر في الليل يقوموا بعملية تسكير الجسور، تبدأ عليها ومية من الصعب تقدر تخش لها. ليبيا بلاد العز. بلاد العز. بلاد العز. بلاد العز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما طلعنا من المدينة الجرمنتية اللي بنوها الجرمن، حاليا نحن في المدينة الإسلامية طبعا اللي تم فتحها على يد القائد الإسلامي القائد عقبة بن نافع في 669. طبعا المدينة هذه بنيت فوق المدينة مدينة الملوك جرمة، المدينة تعتبر المدينة الثالثة، عليها عدة منازل مبنية ممكن حندخل نشوفوا بعض اللي تم ترميمها من او إعادة تسقيفها من السياحة لحيث ان تظهر المعالم اللي موجودة، كان البيت الإسلامي كيف كان في القديم. طبعا المدينة الإسلامية هذه لها ثلاث أبواب رئيسية، نفس الأبواب اللي كان عند الجرمند، الباب الرئيسي او باب سيدي علاك او الباب الرئيسي، ايضا عندنا على من جهة الشمال من جهة الجنوب باب سيدي عبد العزيز وباب جنترسة. طبعا إضافة للمداخل السرية اللي ممكن متعارفين عليها عرب جرمة اللي كيخي وخيخي، هدينا مداخل سرية إذا قفلت الأبواب عن أي عدو محتمل داخل للمدينة، المداخل السرية يعرفوها سكان المدينة ويدخلوا منها في كل أمن وأمان. طبعا المدينة هذه فيها بنيت فيها ثلاث مساجد، المسجد الرئيسي اللي هو مسجد سيد عبد العزيز وجامع السيدة فاطمة حضرية في حي المغاربة، هذا حي بروحة، وأيضا في الجامع الموري اللي هو ممكن تم الحفريات متاعه اللي طلعنا بها المدينة القديمة اللي تعود للجرمن. طبعا استمرت مدينة جرمة الإسلامية في الدعوة الإسلامية اللي طلعت منها، طبعا بني فيها مقر الإدارة أو القصبة اللي حندخلوها بعد شوية، تم إدارة المدينة بالمدينة الإسلامية في بداية الإسلام، طلعت قوافل اللي وصلت الرسالة الإسلامية لجنوب لأفريقيا لتمبوكتو وكذا، كل الحضارات الإسلامية انبعثت وطلعت من المدينة الإسلامية اللي فتحها عقبة بن نافع اللي تم نقلها في الأخير إلى مدينة الزويلة. طبعا هذه المدينة حنتجول فيها مع بعضنا نشوفوا المساكن متاعها، ممكن نطلع للقصبة بعض الأبراج اللي ما زال ممكن نقدر نرجع عليها ونشوف المدينة من فوق وتوضح عندنا الرؤية أوضح يعني.
الموميا فيه طبعا عندنا موميات كثيره يعني، فيه موميات تم الكشف عنهن وموميات لم يتم الكشف النقاب عنهن. بالنسبه للموميا اللي موجوده حاليا في المتحف، الموميا بودرنا هذه طلعت في 69 طلعوها في مقبره بودرنا في بنت بيه، وهذه حاليا موجوده في الاتار، عباره عن بنت مطفوره بالضفيره وشعرها موجود، ممكن تو مش عارف تم تسليمها لمصرف ليبيا المركز بعد الاحداث يعني. بالنسبه للموميا موميهاج، هذه الطفل الموميهاج هذا اللي تم اكتشافه في جبال اكاكوس على يد البعثة الايطاليه، وحاليا تقريبا في ايطاليا، مش موجود في ليبيا، موجود في ايطاليا على حسب المعلومات من جماعه الاثار، لان اصلا جاء الايطالي اللي طلعه هو نقله مباشره لايطاليا في 2007 تقريبا حدود هنا، ولعند الان ممكن حيتم استرجاعه، وبعد ما تم الاتفاق ما بين الحكومه الليبيه والحكومه الطليانيه بعد الاحداث قعد يعني في ايطاليا لعند الان في ايطاليا. هذه الموميا حوالي 2500 عام قبل الميلاد يعني، هي اقدم موميا يعني، حوالي تقدم عن الموميا الفراعنه ب 1500 عام، لان الفراعنه اكتشفوا الموميا بتاعهم لها 2500 عام، واحنا اكثر منهم يعني بسنه ب 1000 سنه. ليبيا بلاد العز. بلاد العز. بلاد العز. من الصعب تقدر تخترقه القلعه هاي. القلعه هذه فيها طبعا هذه تقدر تقول الاداره والقصبه اللي حكموا منها المسلمين، داروا فيها الابراج على نفس الغرار، الابراج اللي باينينها الجرمن على نفس المقرات اللي تعطيهم نفس العلامات ونفس الواحد. استمرت المدينه الاسلاميه، هنا انطلقت الاسلام لتمبوكتو، هنا وين تم التنسيق للاسلام في افريقيا يعني، تعتبر هذه الأول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا مقابلة المدينة. طبعا انهارت حقيقة، بحيث نكونوا صادقين يعني، هذا الموضوع ده ليه دخلت اليونيسيف سامح الله، المية كاينة مية المجاري تم تدخل وكاينة تلمدت مية المجاري، قعدت حوالي فوق 10-20 سنة و 15 سنة تم انهيار المدينة، المدينة قعدت تطايح. هذا أهمال تاني حقيقة كان من الدولة، أنها يعني انهملتها حقيقة، هملت الأثار مش غير في جرمة، كل الأثارات في ليبيا موجود في ليبيا تم إهمالها صراحة يعني. بالتالي سبب انهيار، دخلت اليونيسيف قالت الحضارة الجرمنتية اللي تعتبر حضارة عالمية ومش تخص الليبيين وحدهم، يا إما تهتموا بالأثار والله نحط عليه يد يعني. هذا اللي حاولوا داروا الليبيين شوي صيانة وداروا فيها الضي واهتموا بها شوية يعني. هم كانت مهملة حقيقة يعني. هذا اللي بدري سألتني قلت لي الإهمال والتعدي يعني. طبعا لو هذا الموطن الأصلي للجرمنتي اللي قلت لكم عليه جبل زنكيك، عندنا أقدم مقبرة ملكية في العالم اللي ترجع لحوالي 10,000 عام قبل الميلاد، اللي تم فتح عليها طريق لبرجوج، تم العبث بالقبور وبعترتهن وغرم الشركة بقيمة 2 مليون دولار، لكن ماذا تعني 2 مليون دولار إحدى مقابل الإرث التاريخي اللي راح يعني، بدالة من الحكومة الليبية للأسف الشديد يعني. لو نرقى فوق غالي في القبور حنلقوا الأربع القبور لملوك الجرمن، حوالي 100 قبر هن كل منه، نلقوا قبور الأميرات والأمراء والواحد كل مدفونة غالي. تمام. باهي شنو علاقة مدينة تاقليلت؟ هذه الحدود الرئيسية للعاصمة، تاقليلت هذه الحدود العاصمة، هي المدينة جرمة بحد ذاتها كبيرة كبرى هي، لكن عاصمة الجرمن تنتهي في يعني المملكة، تقدر تقول العاصمة ممتدة لتوصل تاقليلت من تشرات القصور والمدينة المطمورة، اللي حتى جماعة السياحة ما يقولهاش الكلام، اللي تمتد من جبل تاقليلت لعند جبال الغريف. هذه قاعدة مدينة اللي عند الآن يقولوا لها بوزنا، دي مدينة متكاملة قاعدة تحت الأرض ما تم الكشف النقاب عنها ما زال. حتى تقليل التو اللي باين منها شوية راهي مش مدينة متصور، هذه مدينة متكاملة قاعدة تحت الأرض، ما نحل منها شبر، قاعدة مرضومة تحت الأرض يعني، الأرض بكر قاعدة للي يتعلموا الناس ويكشفوا عليها.